اليوم. الله معكم. بخبروا عن شاب كان عايش حالة نقمة وكان على طول يحط الحق على الأيام. مرات يقول عنا تغيرت وتبدلت وصارت قاسية ما بترحم. قصد ناسك عايش بصومعة على راس الجبل بهدف ياخد منه نصيحة. بيقول له ناسك: يا ابني بنصحك ما تشتكي من الأيام، صدقني الأيام ما في إلها ولا أي بديل، ما تحزن على طريقة عيشك، تذكر إنه ما حدا منا خالد، لو مهما طال عمرنا بالنهاية رح يجي وقت الرحيل، حط ثقتك بالله لأنه بي ومثله ما في مثيل، عيش حياتك بفرح بتشوف كل شيء فيها حلو وجميل. زوادي بتقلي وبتقلك نحن على الأرض سفراء، وطننا الحقيقي هو السماء، لازم نعيش لليوم كأنه بكرة فالين، ولا بكرة كأنه للأبد عايشين. والله معكم.